خلونا دلوقتي نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم عقد مؤتمر صحفي عالمي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالي. والنهاردة وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هيؤدي 745 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وتشمل الإنجليزية والفرنسية والألمانية. وأوضحت وزارة التربية والتعليم إن الامتحان بيتضمن 37 سؤال، منها 34 سؤال اختيار من متعدد بيتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت، وثلاث أسئلة مقالية بيتم الإجابة عنها في ورقة الأسئلة المقالية، مضيفة أن الأسئلة ستكون وفق المواصفة الفنية وتراعي المستويات المعرفية للطلاب ومتدرجة من حيث الصعوبة، كما أن هناك أسئلة مخصصة للطالب المتميز. النهاردة هتسير مصر للطيران 21 رحلة جوية لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ومصر للطيران وقرعة الأليوبية والجيزة وحجاج الترانزيت وباماكو وكوناكري وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. هيلتقي منتخب رومانيا مع منتخب هولندا في تمام الساعة 7 مساءً. في العاشرة ليلاً هيلتقي منتخب النمسا مع منتخب تركيا.